السلام عليكم. دي مراجعة لجهاز انفينكس اس 4 اللي هو لسه نازل جديد. الجهاز يا جماعة ده نازل على الموقع الامازون او سوق دوت كوم، ودي مش دعاية ليه، ده للأمانة نازل ب 3000 جنيه، اللي هو 6 جيجا رام و 64، الهارد بتاعه 64 جيجا. تمام. الجهاز انا كان عندي مشاكل في جهاز تاني، طبعا مش هقول نوعه، كان دايما في مشكلة في البطارية، ودايما المشكلة دي بتواجهني دايما، ان انا البطارية بخلعها وابدأ يعني ان انا احاول انظفها وارجعها تاني مكانها. السوكيتات بتاعت البطارية فيها مشاكل، بغير البطارية واغير بطارية تاني واجيب بطارية خارجية واجيب باور بانك. كان عندي مشكلة كبيرة جدا بتتمثل في البطارية رقم واحد في الجهاز الاولاني، لان انا بستخدم برامج كتيرة وبستخدم يوتيوب وبستخدم برامج معتمدة على جي بي اس. طبعا حضراتكم اكيد برضو دلوقتي معظم الناس بقت مستخدمه للالعاب، لعبه البابجي مثلا، او في العاب استراتيجيه او العاب حربيه. في ناس بتستخدم برضو برامج حديثه، في برامج بتستخدم النت بشكل مستمر، او هو شغل طبيعه عمله ان هو بيستخدم النت بشكل مستمر. المهم ان هو جهاز جميل، جهاز ما فيهوش اي مشكله. الجهاز الصوره طبعا زي ما حضرتك هو يمكن تكون واضحه، او هي واضحه عندي اكتر، يعني ان الريزوليشن بتاع الجهاز جميل جدا، مساحه الشاشه كبيره بتسمح لي ان انا اقدر اشوف معظم الايقونات، واقدر اشوف الفيديو بشكل واضح جدا، مشاهده الافلام، مشاهده الـ مثلا المقاطع على اليوتيوب. انا اولا مش متخصص في مجال الموبايلات، ده انا مستخدم عادي جدا، لكن للامانه حبيت ان انا اتكلم عن الجهاز الجديد اذا كان حد عايز يشوف مراجعة ليه او كده. الجهاز طبعا رائع الصراحة جدا. هو بيقولوا ان في مشاكل، ان الظهر بتاعه ممكن يتخربش او ان الوش يتخربش، لكن هو جاي معاه ظهر حماية جميل قوي ليه، وفي نفس الوقت جاي معاه سكرينة بسيطة كده، يعني طبعا كده كده احنا مش هنخبطه في الارض، يعني حسب استخدام الشخص برضو، حتى لو حاطط سكرينة حديد هو حسب استخدام الشخص، لكن هو جاي معاه سكرينة خارجية خفيفة كده، وليه ظهر للحماية بتاعته. تمام. لو فكرنا برضو نقلب، حضرتك شايفين ان انا حاطط كمية برامج كبيرة جدا، برامج ليها علاقة بالستريت فيو والمابس، البرامج دي بتسحب جامد جدا من البطارية. انا استخدمت الجهاز ده، فاتحه النهاردة من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 3، هي زي ما واضح في الفيديو، حوالي 7 ساعات متواصل. كان انا جايبه من البيت كمان، كان مثلا قبل ما اروح الشغل بتاعي كان 97% كمان، فهو تقريبا بالظبط 50% الجهاز، 48%، يعني ما يقرب من 7 ساعات استهلكت من الجهاز 50%، يعني بالفعل 100% جهاز استهلاك 100% بالفعل. يقعد معاك الجهاز 14 ساعة متواصل، يقعد معاك 14 ساعة متواصل، دي بالتجربة. أنا مجرب بنفسي، يعني أنا مجرب بنفسي إن 7 ساعات متواصل وأنا بستخدم الجهاز بشكل كبير يعني. لكن هو فعلا يقعد معاك 14 ساعة. ده ينفع طبعا الناس اللي بتستخدم برامج لها علاقة بالجي بي اس في شغلها، او الناس اللي بتستخدم الدليفري طبعا، مثلا زي شركات كتيرة في الدليفري دلوقتي نزلت شغل للسوق المصري. لو دخلنا برضو على الاعدادات بتاعت الجهاز، هيبان ان هو طبعا هو فاصل الحاجات اهي، فاصل كل البيانات عن بعضيها، مثلا الباتري لاب، البطارية زي ما ظهر لحضراتكم اهي، 48% بعد استخدام بالفعل 7 ساعات متواصل. لو دخلنا برضو على الستورج، التخزين، الرامات ستة زي ما واضح اهي، طبعا الرامات 6 جيجا. تمام. وبرضو الذاكرة الداخلية 64، وبيحدد لحضرتك طبعا كل حاجة بتستخدم قد ايه من الذاكرة، وبرضه بيسمع لك ان انت تقدر تفضي مساحه كويسه، يعني كانك بتعمل تنظيف للجهاز، كلين يعني للجهاز، وبيسمع لك انك كمان تحط ذاكره خارجيه. الميزه الاكتر اذا كان حد تاني بيشوف عيب، الميزه الاكتر هي ان البطاريه بيلد ان، البطاريه داخليه لا يمكن نزعها من الجهاز او تخريجها من الجهاز، ودي مصلحه، لان احنا من كتر تخريج البطاريه ونبلها ونرجعها تاني، وبتعمل املاح على البطاريه والبطاريه بتبوظ بسرعه وبتتنفخ. تاني حاجة إن البطارية 4000 أمبير، 4000 أمبير يعني اعتبر حضرتك معاك بطارية واتنين باور بانك، أو باور بانك واحد يعني على الأقل.